يا اهلا بكل حضراتكم وعوده من جديد مره ثانيه لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نروح نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلي العزيزه هانا ابو القاسم، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا هانا، اتفضلي سامعيني. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي دايما هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلوني في البدايه ابدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعه 11 صباحا والتدريب هيبدا الساعه 12. طبعا ده ضمن الاستعدادات للمباراه القادمه في السوبر الافريقي اللي هتكون يوم 22 ديسمبر امام الرجاء المغربي. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق وان شاء الله يتوجوا بكاس السوبر زي ما توجوا بيه في النسخه الماضيه. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة الطايرة. وبعد طول انتظار الحقيقة امبارح كانت أول مباريات بطولة الدوري، سواء سيدات أو رجال الحقيقة عملوا أداء كبير جدا في أول المباريات. يعني خلوني أكلم في البداية عن رجال كرة الطايرة، قدروا يفوزوا بنتيجة 3-0 على الإعلاميين. يعني قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 25-16، الشوط الثاني بنتيجة 25-10، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-15. أما عن سيدات كرة الطايرة، قدروا ايضا يفوزوا بنتيجه 3-0 على فريق الزهور. يعني قدروا يحسموا الشوط الاول بنتيجه 25-9، الشوط الثاني بنتيجه 25-15، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-14، عشان بقى يقتنصوا اول 3 نقاط في بطوله الدوري. النهارده سيدات كره الطايره هيكون عندهم راحه من التدريبات، غدا هيستأنفوا تدريباتهم في تمام 5:30 استعدادا بقى للمباراه القادمه اللي هتكون يوم الجمعه امام فريق دجله في مركز الاولمبي بالمعادي. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا نروح بقى لكرة اليد. النهاردة سيدات كرة اليد هيكون عندهم مباراة أمام فريق الترسانة، المباراة هتكون على صالة الترسانة في تمام 6:00 مساء. يعني خلينا أقول لكم إن دي مباراة مؤجلة من أسبوعين بسبب طبعا كان سوء الأحوال الجوية، لكن خلاص المباراة هتتلعب النهاردة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني كمان أقول لكم إن سيدات كرة اليد حتى الآن فازوا في جميع المباريات. اما عن رجال كره اليد فهم مستمرين في الراحه السلبيه طبعا بسبب معسكر المنتخب الوطني استعدادا لبطوله كاس الامم الافريقيه 2022. يعني بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكره اليد، وان شاء الله كالعاده يعملوا بطوله كبيره ويرفعوا اسم مصر. خلونا كمان نروح للعبة كرة السلة. النهاردة سيدات كرة السلة هيكون عندهم مباراة أمام فريق 6 أكتوبر، المباراة هتكون هنا على صالة النادي الأهلي في تمام 6:00 مساء ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. كمان رجال كرة السلة النهاردة هيكون عندهم راحة من التدريبات، لكن هيستأنفوا التدريبات غدا في تمام 4:00 عصرا استعدادا أيضا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الجمعة أمام فريق سبورتينج، المباراة هتكون في تمام 6:00 مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وده طبعا ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. كمان شباب كرة السلة امبارح قدروا يحققوا فوز صعب الحقيقة على فريق مصر للتأمين بنتيجة 62-61 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني خليني اقول لكم ان المباراة كانت صعبة جدا، كانت فيها كبيره جدا من الفريقين، انتهت بفرق باسكت واحد، لكن الحقيقه شباب كره السله قدروا يحسموا المباراه لصالحهم ويفوزوا في النهايه. اخيرا بقى خلونا نروح للعبه تنس الطاوله. ويعني الفتاه المعجزه زي ما الجمهور بيلقبها هنا جوده قدرت تتاهل لربع النهائي بطوله العالم للناشئين، البطوله بتقام في البرتغال، وتم طبعا تاهلها بعد الفوز على بطله تايوان بنتيجه 4-3. يعني الحقيقه ان هنا جوده دايما بتخلي كل المصريين والاهلاويه فخورين بيها. ان شاء الله كمان اللايفات الجايه في 10 الصبح في الاهلي نكون بنعلن عن تتويجها بالبطوله. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليكم يا نهواندو يا كريم مره اخرى في الاستوديو. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على هذه الشخصيه المتميزه. رائع جدا، واحنا برضو شايفين من عندها ان الاجواء لسه ما ازدحمتش قوي في النادي، بس يعني متوقع شكله مغيم كده فممكن لسه تقلق شويه، بس الجو ابتدى يتحسن في العموم. احنا كنا بنروح دايما بعد الهوا النادي، بنحب نقعد جو جميل جدا ونفطر والناس كلها بتبقى موجوده، بس الصيف كان منعنا لان طبعا الحر كان وقتها بشع. يعني شكرا ليك يا هانا جدا.